يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام، من وين ما كنتم، معكم جود جي دي 13 من هروج مصارعه بحلقه جديده وخاصه برايي عن مهرجان فاست لين 2021. امس نزلت لكم التوقعات وتقريبا كانت توقعاتي تقريبا حول 80% صحيحه، بس الاهم من هذا كله انه نبغى نتكلم عن فاست لين ويعني اخر حاجه قبل رسلمانيا 37. فدعمكم جدا جدا مهم ولا تقصروا معانا. خلينا نقول بسم الله ونبدا. آخر مهرجان قبل رسلمانيا 37 فاست لين 2021 يعني يقدم لنا حاجة تخلينا بمعنى كلمة نتفق كلنا إنه هذا المهرجان ما كان له أم 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 أمه داعي. فخلينا نبدأ مع أول مباراة من هذا المهرجان العظيم اللي يعني هيذكر التاريخ لسنوات وسنوات، وحنتكلم عن مباراة الكيك أوف اللي كانت على لقب اليو اس الولايات بين البطل ريدل ضد مصطفى علي. طبعا يعني في ناس زعلت انه ليش كيك اوف، خلينا نوخر هذا الكلام على جنب. دبليو دبليو سوت يعني اذا ما تعرفوا سوت عقد كذا مع شركه بيكوك، والشركه هذه تابعه لليو اس اي وصارت تنقل رسميا الدبليو دبليو نتورك كامله بس في امريكا، فيعتبر انتقال جدا ضخم يعني يسوى 5 مليار. فمهم جدا انهم يقدموا مباراه استثنائيه في اول عرض واول مهرجان على هذه المنصه الجديده. فيعني المباراه كانت في مكانها ككيك اوف، تحمس الناس في كل مكان على اليوتيوب وفي كل هذه الاماكن ببلاش. المباراة بشكل عام كانت جدا لطيفة، وبالنسبة لي ممكن تعتبر رابع أحلى مباراة في العرض أو ثالث أحلى مباراة في العرض. المستوى كان جدا جميل لمدة 7 دقائق 8 دقائق، ما قصروا. لكن الأميز من هذا كله هو حفاظ مات ريدل على لقبه وانقلاب ريتربيوشن على علي. لنا كم أسبوع قاعدين نتكلم إنه خلاص واضح إن العصابة راح تتفكك، وشفناه قدامنا تصير. كل أعضاء ريتربيوشن وخروا عن علي ما عدا تي بار وميس اللي هجموا على علي في الأخير وعطوه شوك سلام المزدوج، وصار اللي صار ونو مور ريتريبيوشن. طبعا يعني يفضل في حاجة بسيطة لازم يحلوها فرو، واللي هي لازم يطلع فرو ويتكلموا ليش فصلوا ريتريبيوشن، او ممكن يسحبوا عليهم ولكنه صار شيء ونقول لهم مع السلامة وذكرتونا في سانتي وشكرا. فكيك اوف كان جدا لطيف، ولو بقيم هذا المباراة بعطيها 6.5 من 10. ندخل الحين على العرض الرئيسي، وكان اول مباراة افتتاحية لهذا المهرجان العظيم مباراة القاب التاك تيم النسائية البطلات نايا جاكس وشينا بيزلر ضد ساشا بانكس وبيانكا بيلير. اسبوع الثاني قاعدين نتكلم انه يعني بمعنى كلمة انحاست القصة دي وما راح اتكلم فيها ولا ابحر فيها، كله خبص في خبص. وكان توقعي انه ساشا وبيانكا ياخذوا الالقاب على اساس يخسروها وبعدين نشوف الفئة يعني تكبر وتتوسع على ذي الالقاب، لكن لا، قرروا انه نايا جاكس وشينا بيزلر يحافظوا على القابهم. بعد المباراة تولى يعني العداوة اللي بين ساشا وبيانكا، وقامت ساشا صفقت كذا بيانكا كف جامد، وبس هذه القصة وهذه العداوة، وشكلنا حنشوف نفس الرتم لين رسلمانيا 37. فمباراة يعني مش ولا بد كافتتاحية صراحة محبطة، لكن يعني لو بقيمها بعطيها 4.5 من 10. والحين حندخل على المباراة الثالثة واللي كانت على لقب القارات بين البطل بيجي ضد أبولو كروز. العداوة والقصة كانت جدا جدا ممتعة بين الطرفين، قدموا كل حاجة ممكنة عشان يرفعوا من ذي العداوة ويخلوها يعني واحدة من الأشياء المهمة لفاست لين، وحتى يعني اللقب صار جدا جدا مهم. الاثنين ما قصروا الصراحة وقدموا حاجة جدا ممتازة في خلال أسبوعين ثلاثة أسابيع هذه. لكن لما نجي للمباراة هو كان في فكرة، والفكرة إنهم كانوا يبوا يعني يعطونا من اللمحات اللي تعودنا عليها إنه المباريات اللي يسموها الذكية أو السمارت بوكينج. سمارت بوكينج هنا بالأصح إنه كيف يعني تنهي مباراة بطريقة ما تأثر على الطرفين، في نفس الوقت تمغط العداوة بدون أي قلق. هم جاوا يبوا يسووها، ويعني شفنا هذه اللمحات تصير في دبليو دبليو كثير. واحدة من الأمثلة أوين هارت ومستر بيرفكت من 93 تقريبا سووا نفس الحركة، يعني ما هو شيء جديد في الدبليو دبليو. فمرة استبعد إنه كان بوتش، لأنه ما هو بوتش، الحكمة ما قصرت سوت اللي عليها، عدت 2 هنا و3 لبيج. هم كانوا يبغوا يسوي حركه انه ابولو يثبت كذا رول باكج على بيجي، بعدين بيجي يعكسها بتثبيت الثانيه وياخذ الفوز. لكن مصيبه، واللي ما ساعدها التعليق الصراحه، حاسوا القصه كلها وحاسوا كل حاجه قاعده تصير او كانوا مفبركينها انها تصير. فللاسف من مباراه يعني كان الطموح عليها جدا عالي، اللي مباراه صار ما عليها اي طموح تعيسة. فلو بقيم هذه المباراة للأسف اللي انتهت بشكل جدا سريع ومفاجئ وصادم، أبعطيها 5 من 10.
طبعا واحدة من المباريات اللي كانت مفروض تصير اللي هي شين ماكمان وبرون سترومان وكنسلوها وسحبوها من الليست قبل اسبوعين، وفجأة قرروا في هذا العرض انه يرجعوا يذكرونا انه ترى في هذه المباراة ممكن تصير، وقالوا انه شين ماكمان انصاب وهو قاعد يحمي ما شاء الله وجات له اصابة في ركبته، فالمباراة هذه ما حتصير. ففجأة طلعوا لنا الايس حل بديل لشين ماكمان على اساس انه يثبت لشين ماكمان انه هو مكانه مكان راسلمانيا. فشين قال له خلاص مبروك عليك حتلعب قدام برون سترومان. فطبعا المباراة تحولت من شخص قدام شخص لاثنين، جاكسون راكر ورايس ضد برون سترومان، وكنا واحدة من مباريات عرض رو السقيمة التعبانة. فمباراة ما لها اي فايدة ولا قيمة غير برضو مغط كذا ما له ام 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 داعي لعداوة بيض، فيعني ما يحتاج تتكلم عنها. ولو بقيمها 2/10، وهذه العداوة ترى الاثنين. هذه كانت الساعة الأولى ترى، يعني الحمد لله إنها خلصت وإحنا شوية ما انفجرنا. بدأت الساعة الثانية مع المباراة الخامسة في العرض تقريبا، واللي هي كانت سيث رولينز ضد شينسكي ناكامورا. تكلمنا عن العداوة لنا فترة في ملخصات WWE وتكلمت عنها برضو بنبدأ أسرع في التوقعات. هنا نيجي نتكلم عن حاجة مختلفة واللي هي كيف كان أداء المباراة. مباراة زي ما كان كل الناس متوقعين إنها تكون مباراة حلوة بالفعل، يعني ممكن بدأت البداية كانت بطيئة بعض الشيء وتحس انه ما كان في تناغم بين الطرفين، بعدين فجأة يعني اخذت صار لها بيك اب على قولتهم. البيك اب هذا وصل العداوة وصل المباراة لمرحلة جدا ممتازة لما اشتعلت بمعنى الكلمة وانتهت لصالح سيث رولينز. طبعا مهم جدا فوز سيث رولينز في بين المباراة لانه يدخل سيث رولينز للرسلمانيا ومشوار المانيا كاسم جدا جدا مهم وقوي وصعب، لانه فاز على شينسكي وفي نفس الوقت يجهز لنا سيزارو اللي صاحبه مين شينسكي كامورا، واللي داخل ينتقم من سيث رولينز اللي كان قاعد يطقطق عليه في اسبوعين متتاليه. فهذه الامور جات يعني في مكانها الصراحه، بوكينج ممتاز بالنسبه لذي المباراه وفوز ممتاز وفي مكانه. الكلام الحين على شينسكي ناكامورا ايش ممكن يصير فيه. من كل قلبي هذه اقولها، بما انه ناكامورا ما عنده اي يعني دور ولا بروجرام للرسلمانيا، فمهم جدا انكم تخلقوا مباراه قارات سداسيه على اللقب حق القارات، وتكون مثلا سلالم ويكون ناكامورا طرف منها، خصوصا انها راح تخدم فكرة الخبص اللي صار بين مباراة بيجي وبولو كروز. فمباراة كانت جدا ممتعة الصراحة، خصوصا على يعني تقريبا اخر 8 دقائق منها، ولو بقيمها ابعطيها 8/10. الحين نجي للملحمة القوية، المباراة السادسة اذا ما خاب ظني، النو هولدز بار بدون قوانين بين درو ماكنتاير المحارب وشيمس. شغل 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 ممتاز، يعني فجروا بعض حرفيا. واحدة من افضل مبارياتهم اللي قدموها في السلسلة حقتهم هذه الاخيرة، مباراة جدا ثقيلة وممتازة، والسبوتات اللي سووها كانت سبوتات مناسبة وفي نفس الوقت متحفظة، يعني ساعدت انه ما ينصابوا خصوصا هم رايحين المانيا، فكانت جدا مناسبة وفي مكانها. طبعا لازم نتكلم انه كيف هذه المباراة ساعدت في ارتقاء المباريات اللي سووها قبل، لانه يعني المباريات اللي قبل كانت قاعدة ترفعهم وذي المباراة ثبتتهم في القمة بمعنى الكلمة. الاثنين عناصر جدا مهمة، وانا يعني ما عندي مشكلة انه شيمس يدخل طرف ثالث، هنستبعد موضوع الثالث وهنستبعد موضوع بروك ليزنر، واضح انه المانيا حيكون درو ماكنتاير ضد بابي لاشلي على لقب WWE. فمباراة كانت جدا ممتازة بفوز درو ماكنتاير، وفوز فوز قوي ما في اي تفاهم. بعد الملحمة هذه اقدر اقول انه شيمس الان جاهز بمعنى الكلمة انه يدخل في عداوة طويلة مع مات ريدل، لانه مات ريدل يحتاج شخص ثاني ينافسه بقوة شيمس، ويعني بثقل المين ايفنت اللي وصل فيه شيمس. فانا متأكد انه شيمس راح يساعد مات ريدل بانه يرتقي زيادة وزيادة كبطل، وحتى في عداوة وحتى في شخصية مع واحد زي شيمس وللمانيا واللي بعد المانيا. فشغل جدا ممتاز، مباراة ملحمية بمعنى الكلمة، ولو بقيم هذه المباراة الجميلة ابعطيها 9/10. والحين نجي لي يعني مفروض كانت مرتقبة وما هي متوقعة أبدا، مباراة الأسطورية بين راندي أورتن وأليكسا بلس. هي ما مباراة زي ما قلنا لكم، حتكون سيجمنت كذا وحركات وفلة، بس لازم نروق شويتين ولازم تفتحوا مخكم وتسمعوني كويس عشان أوصل لكم المعلومة اللي بقولها. ما بأحد يستعجل ويفكر إنه مثلا أنا ضد هذا المبدأ ولا زعلان ولا شيء، أنا بقول لكم رأيي بصراحة. أنا متأكد وكل التأكيد إنه الفكرة نفسها كان يقدر ويطلعوا فيها بشكل أفضل وأحلى، لأنه التطبيق حق الفكرة كان خايس بمعنى الكلمة، كأنه مشروع حق جامعة، يعني شباب في الجامعة قطوا كذا 100 ريال 200 ريال استأجروا عدة وقالوا يلا خلينا نسوي لنا فيلم قصير. معنى الكلمة زبالة اللي شفته
معفن التصوير التطبيق كل حاجة ومضيعة وقت ولفلفة حول الحلبة وطراش أسود وفجأة أشياء تطيح من فوق. أبدا ما عجبني الشغل الصراحة. إذا هي سينمائية وكانت مسجلة من أول وفي لقطات فيها مسجلة طيب خليها مسجلة من بدايتها، سويها سينمائية يا أخي، ابتكر وقدم الشيء اللي أنت سويته بطريقة أفضل ومختصر. طبعا من كل هذا العفن شفناها يعني تزيد عفن الصراحة بالنسبة لي، واللي هو ظهور ذا فيند. كلنا عارفين إنه ذا فيند هيرجع، والمصيبة إنه ما في جمهور، مما خلى الرجعة ما لها أي قيمة لأنه التوقع فوق الخيال الصراحة، إنه إحنا عارفين إنه هيرجع فمحروقة محروقة. فإذا هي محروقة وإنت عارف إنها محروقة رتبها يا أخي، طلعها بشكل مناسب. خليني أقول لكم أنا كيف أبغى أشوفها، هذا رأيي عادي نختلف. نبدأ نفس البداية، الشغل حقهم دخلت أليكسا وراندي وبعدين ولعت النار عليه هذه، وسبحان الله يعني صارت حركة يقول لك هو سوالها بلوك. المهم تصير النار والحركة ذي الفلة، بعدها على طول تطفي الأنوار، تطفي الأنوار عادي، هذا الشيء يصير مع ذفين دائما. بعدين يطلعوا مجموعة ضخمة كذا من حقين NXT لابسين الكوتس والجاكيتات والأشياء ذي، وحطين أقنعة لذفين، كلهم لابسين أقنعة ذفين. راندي أورتن هنا يحوس ويعصب وكذا ويبدأ يضربهم واحد ورا الثاني، ولا أحد يهجم عليه، هو يضربهم يفلسع عليهم. بعد ما ينظف المنطقة يرجع يطالع في أليكسا اللي موجودة جوا الحلبة وقاعدة في الزاوية تضحك، يجي يبى يدخلها جوا الحلبة وهو يبى يطلع كذا على الحلبة، خلاص يبغى يمد يده ما يلمس، وتولع نار حول الحلبة. وبعد ما تولع الحلبة كذا نار والحركات دي الافكتات، تطفي الأنوار من جديد وتشتغل من جديد، ويكون التصوير في وجه راندي أورتن كذا مرة قريب، الزوم زي كذا اوكي زي كذا، ويجي من وراه فجأة كذا تبعد الكاميرا وتيجي من وراه ويطلع ذا فيند وراه. هذا انا ابغى اشوفه، يطلع ذا فيند وراه ويهجم عليه، خليني اشوف منظره هو محروق في الوجه على طول، مو يد يعني، منظر اليد وهي تطلع من برا حلبة، شكل اليد قعدت اضحك لانه ذكرني بالميك اب حق افلام التسعينات والثمانينات. بعدين لما طلع هو بالجير والشكل واللوك الجديد، اوكي القناع جيد وفي تطور، بس عن نفسي ذا فيند افضل من ذا الشيء اللي شفته انا. الشيء هذا اللي شفته بمعنى الكلمة، الشكل الجديد المحروق ذا راح يحد شخصية ذا فيند وراح يوقف تطور شخصية ذا فيند، لأنه خلاص هذا محروق، يعني كيف حيرجع سليم من جديد؟ اللي طلعوا فيه كان جدا معفن للأسف، ما عجبني أبدا، فما أعرف كيف راح يبنوا الأسابيع الجاية بالموضوع هذا. ما راح أكذب عليكم وأقول لكم ماني متحمس لفكرة فايرفلاي فان هاوس ماتش في الرسلمانيا راندي وبري، لا مرة متحمس إذا حتكون على نظام جون سينا، لأنه يعني فيها شوتس بالهبل وودي أسمع شوت صراحة من موضوع راندي أورتن. فمباراة ولا سيجمنت صراحة جدا تعيس، ما عجبني أبدا أبدا أبدا، لا حد يزعل مني، هذا رأيي الشخصي. في ناس كثير شفتهم حبوا المنظر وحبوا السيجمنت كامل، لكن لو بقيم هذا الشيء اللي صار كله على بعضه أبعطيه 3.5/10. الحين نجي لحسنة العرض الوحيد، المين ايفنت المجنون الصراحة، جدا جدا جازي زي ما توقعت، على اللقب اليونيفرسال ترايبل تشيف رومان رينز البطل اللي دافع عن لقبه قدام المغوار دانيال براين. مباراة كل التطبيل اللي كنت اطبل على براين جاء في مكانه، وكل الناس اللي زعلان عشان قارنت بين براين وإيج، انا اعتذر لكم بس يعني براين، ما أقول لكم أنه يعني مقارنة إنجازات، أبعد موضوع الإنجازات يا جماعة، مو شرط النجاح يعتبر بالإنجاز في مجال زي المصارعة. دانيال براين قدم لنا مباراة جدا جدا عظيمة، ونقدر نقول أنه شال المباراة، رغم أنه رومان كان قاعد يقدم مستوى جدا جديد وحلو لشخصيته الجديدة اللي كل مباراة على الثانية تتطور. الحلو في هذا كله أنه شفنا في ذي المباراة دانيال براين كان جدا مروق، أول مرة أشوفه مروق، فقدم مباراة استثنائية الصراحة مع واحد زي رومان رينز، يعني مستوى رومان رينز جوا هذه الحلبة. بعد جلد مبرح صراحة من الطرفين، خصوصا بعد 10 دقائق من المباراة جلدوا في بعض جلد مو طبيعي، كان في سبوتات ثقيلة على الطرفين يعني وتخوف بمعنى الكلمة، خصوصا انه نعرف دان براين عنده اصابة برقبته، في الموضوع يخوف كل ما تشوفه ياخذ بمب كذا على ظهره ولا على رقبته تخوف. رومان انجلد جلد مو طبيعي في ذي المباراة، يعني ما بقول للاسف بس كانت في مكانها، لانه حافظوا على كرت دان براين اللي يعتبر جدا جدا صعب وقوي، وبداوا يتعاملوا معاه من ذي المباراة كأنه كرت أسطورة. ونعرف إحنا WWE كيف تحب كرت الأسطورة غير ملموس، يعتبر أكبر مثال أندرتيكر، جولدبرغ والأسماء حقت الأساطير اللي صعب تفوز عليهم، مرة صعب، بيتعاملوا معاهم كأنهم معنى كلمة فيديو جيم. فدانيال براين أسطورة، هذا اللي شفته أنا في المباراة، غير ملموس لدرجة يعني رومان طلع كأنه مو رومان الهيل، طلع كأنه لمحات رومان الفيس اللي كان قاعد يعاني من دانيال براين، هل لأنه دانيال قصير وسريع ومن ذا الأسلوب،
ما ندري حنشوف مع الأيام، لكن في ذي المباراة بالذات دانيال كان ممتاز أبدا. ما قدر رومان رينز يعني يتحكم في المباراة، الأمور كلها لداني براين حتى لآخر اللحظات. طبعا الحكم طاح في المباراة بعد يعني هجوم من داني براين على رومان، ورومان وخر وجات في الحكم الرننج ني. فهنا مين جاء يعني يدخل في الموضوع؟ إيج اللي جاي يعني يضبط الأمور بينهم. فرومان هنا بدأ يحس إنه داني براين هو اللي قاعد يلعب هذا القصة كاملة، إنه أنت مدبرها، مدبر ضربة الحكم. فإيج ما عجبه هذا الكلام، فضل يقول اهتم في شؤونك يا رومان وركز في المباراة. طبعا جاي أوسو جاء ودخل وضربهم كلهم يعني استثناء رومان رينز، وبعدها حاول جاي أوسو يساعد رومان رينز إنه يأخذ الفوز، لكن إيج كان له موضوع ثاني. إيج هجم على جاي أوسو، طلع من فكرة المباراة، وفضل إيج رومان وداني براين، وإيج طبعا كدور الحكم. داني براين حب يستغل هذا الموقف وأخذ الكرسي كذا وجايبه يعني يضرب فيه رومان رينز، لكن جات في إيج. إيج طاح، بعدين الاثنين قبعوا في بعض رومان ودانيال، وكان رومان قريب من الفوز. بعدين قلبها دانيال للحركة حقته الأخيرة الكروس فيس، وكان قريب من الاستسلام. وبالفعل شفنا رومان رينز لأول مرة في مسيرته يستسلم، لكن ما كانت في مكانها لأنه ما كان فيه حكم في المباراة، كلهم طايحين، فما تحسب لكن تحسب بشكل وهمي. فإيج قرر إنه بعد ما أكل ولقم الضربة من داني براين، قرر إنه إيش يفصل، بمعنى كلمة مو انقلاب هيل، يفصل. ففصل إيج وضربهم الاثنين بالكرسي، ورومان قدر يستغل هذه اللحظة وثبت فيها داني براين. ناس ممكن تستغرب إنه أوف من ضربة كرسي، لكن لما تيجي تفكر فيها نعم من ضربة كرسي، لأنه بعد ملحمة زي هذه أكيد ضربة كرسي حتأثر، حيكون لها دور أكبر وأضخم من أي حركة ثانية، فتقريبا منطقية. طبعا رومان قدر يخطف الفوز بمساعدة إيج، فهذا يفتح المجال إنه حتصير مباراة ثلاثية، عشان كذا قلنا ننسى موضوع بروك ليزنر مع بابي لاشلي ودرو ماكنتاير، فحتصير ثلاثية براين إيج ورومان، حنتأكد تقريبا من بداية سماك داون هذا الأسبوع. كثير ناس توقعوا الحين إنه إيج ممكن يكون هيل، مايك ما هو هيل، أبعدوا هذه الفكرة. الوحيد اللي ممكن يقلب هيل في القصة هذه كلها من بعد راسلمانيا أو يعطينا ملابح في الثلاثة أسابيع هذه هو داني براين، غير طبعا رومان اللي لازم يلعب دور الهيل لفترة. كل اللي سواه إيج ترى يعني ترى مرة بسيط الواحد يشرحه، أكل الضربة وفصل من القلق حق رومان رينز وداني براين، فقرر إنه يهجم عليهم الاثنين ويخرب المباراة وما هي فارقة معاه. هذا المبدأ، وكيف تتأكد من هذا المبدأ؟ لما سحب نفسه من الحلبة كان معصب وزعلان إنه عارف إنه باعها. فهنا يعني يحتاج لها التوضيح في سماك داون لما إيج يطلع ويتكلم عن الشيء اللي سواه في فاسلين. هذا كانت المباراة، وصراحة يعني كانت جدا ممتعة في مكانها، وأنقذت العرض بشكل مو طبيعي يعني، كمان حتى مباراة درو وشيمس وشينسكي وسيث رولنز. فمباراة رومان وداني براين صراحة كانت جدا جدا رائعة في مكانها، ولو بقيمها بعطيها 9.5/10. هذا كان مهرجان فاسلين، ويعني مهرجان بيض، واتمنى انه يعني يوقفوا فكرة مهرجانين قبل راسلمانيا او بعد الرويال رامبل، يكتفوا بمهرجان واحد ويكملوا في بناء القصص للراسلمانيا، لانه عيب تبني صراحة ثلاثة اسابيع على ليلتين للراسلمانيا، حرام. فعن نفسي لو بقيم فاسلين لهذا العام للأسف الشديد بعطيه 6/10. هذه كانت حلقتنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. أنا جدا ما استمتعت بفاسلين، لكن كان في مبارتين جدا حلوة واللي تكلمنا عنها طبعا. فشكرا لكم، إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، إن شاء الله ما أكون قصرت معاكم، يعطيكم ألف 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 عافية من القلب، شكرا لكم، وكذا أقول لكم إلى اللقاء.